السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. شحال هادي ما لحقت فيديو البنات. الصراحه رمضان دخل معايا، هذا ما كان المهم. اليوم غندير معكم سيجار ديال بالكفته ولا فيغميسال وهاد الفلافل هادو. ما بديتش معكم مقادير من الاول حيت ما كنتش غنصور ساعه، قلت خاصك تصوري وتلوحي شي فيديو. هذا ما كان البنات، بقاو معايا ان شاء الله تنوريكم مقادير كامله. هنا كاينه بصله محكوكه، كاينه فلفله خضراء الصفراء الى عندكم الطحمرة مزيان، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، الخرقوم، الكمون والخرقوم اخر، وشويه ديال الزيت. وهنا الفيغميسيل هذيك الشعريه الصينيه، وهنا شويه ديال الكفته، وهنا الفرماجه البنات، والورقه ديال البسطيله ان شاء الله، الورقه ديال البريوات وسميتو. هذا ما كان البنات، المهم غتبقاو معايا ان شاء الله حتى نطيب كلشي. ها نتوما البنات، دابا زدت حتى الفلفله الحمراء كما قلت لكم. الفلافل اللي عندكم اللي تخلطوهم وديروهم مع هذا، مع هذا الحشو اللي غندير، غندير السيكار قلت لكم بالكفته والشعريه الصينيه، فرماج غابي، وهاد الخضره هادي. نتوما عندكم الجزر حكوا جزر، الا بغيتوا خيزو مثلا حكوا خيزو، حكوا الكورجيت، يعني اللي تعجبكم. كيجيو هائلين بلا كفته بلا والو الصراحه، الا درتي غير بالخضره حتى هي كتجي زوينه. المهم تنقلي كلشي، هاد الفلافل هادو، الفلفله مع البصله وقزبور ومعدنوس حتى هو كنزيدو شويه. كما قلت لكم بتزيدو خيزو تحكو ولا الكورجيت ولا، يعني داكشي اختياري. انا اليوم قلت ندير شي الكفته، داكشي علاش، ولكن واحد المره درتهم غير بالخضره، جاو واعرين الصراحه. هانتوما كنزيد ليها الكفته حتى هي فطيب، عاد كندير ليها الشعريه الصينيه وفرماج غابي، غنخليه هو الاخر. المهم نحلو كاع هاد الكفته ديالنا حتى تحل مزيان، ايوا طيب لينا كلشي. وعاد نديرو لا فيغميسيل كيما قلت لكم، فرماج غابي هو الاخر، وشويه الهريسه الا كتعجبكم ديروها حتى هي. وعاد ندوزو باش نعمروها، غندير غير سيكار. هانتوما البنات، كنزيد الشعريه الصينيه وكنخلط كلشي. المهم ونخليوها حتى تنشف وتتخلط مع هذا الحشو هذا باش تعطي داك اللون اللي بغيت. ايوا هذا ما كان البنات. المهم نرجعوا دابا للتخليطه ان شاء الله ديال المقادير كلشي، ونعمروا بها ان شاء الله الورقه ديالنا. كما قلت لكم الفرماج كنخليه هو اخر اللي غنوضعو، هو الفرماج رابي. الى عندكم، الى ما عندكمش البنات ماشي ضروري كما كنقول لكم دائما. ايوا نخلطو كلشي ونبداو نعمرو ان شاء الله الورقه ديالنا على شكل سيجاره وعلى شكل مثلثات اللي بغيتو. هانتوما البنات، من بعد ما طابت الحشو ديالنا، هانتوما تبارك الله، كلكم كتعرفوا ديروا لي سيكار البريوات. غير المشاركه، المهم بنادم تيبغي يشارك مع الاخر وصافي. هذا مكان هانتوما. انا الصراحه البنات دخل معايا رمضان، داكشي علاش ما عمرني حطيت شي فيديو. ايوا اليوم قلت لي مالا راه كنطيب، ماشي ما كنطيبش، ولكن باش نهز نصور وداكشي ما تنقنعش الصراحه. هانتوما كنطويو هذيك وكنعاودو هاد لي كوتي هادو، كنديرو ليهم هكا وكنبداو نزيرو. انا ما كنسدهمش البنات، انا هكا كندير ليهم، من بعد كنحطهم ديريكت في الزيت ولا في القلايه. غندير معكم وحده اخرى، انا عمر ما سديت البريوات ديالي، كندير هاد الطريقه صراحه. البريوات البرقه هنا ديال فرنسا، المهم ديال اوروبا، شي شكل داير ماشي بحال ديال المغرب. المغرب تبارك الله عندكم ديك الورقه كتبان كتشعل ومضويه وكلشي، ودغيا طويوها ما كتحتاجوش كاع ديروا الزيت. هذه ديال هنا خاصكم تدهنوا، انا الصراحه ما كندهنهمش،
ها نتوما الورقه ما كندهنهاش واخا كتبان قاصحه، ها ما كندهنهاش البنات كنخليها هكا. المهم كنديرو كما قلت لكم هذا هكا، كنهز هاد القنت هذا كنخشيه هنا، الاخر هكا وكنزير. ها نتوما كنزير السيجار ديالي، شفتو؟ البريوات ديالنا كنطيبو فيهم كما قلت لكم السيجار ماشي البريوات، راني ضغط هذيك لا بارتي اللي قلت لكم ديال التحت اللي ما سديتش هي اللي كندير في التحت. هي ما كنسداش انا لا بالبيض ولا ولا سميتو ولا بداك العجين اللي كنديرو هذا ما كان البنات. المهم السيجار ديالنا كيطيب حتى يطيب ان شاء الله، وندير معكم التقديم النهائي ان شاء الله. هذا هو البنات السيجار اللي درت معكم قبيله، اللي معمر بكفته والفلافل المخلطين والشعريه الصينيه شويه الهريسه. ها هما البنات، ها هما كي كيجي، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله وتجربوهم. وشكرا جزيلا لكم البنات اللي كيخلي لي التعاليق واللي مشارك معايا واللي غيدخل ثاني يشترك. مرحبا مرحبا بكم دائما في قناه غزلان انوال. رمضان كريم البنات، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه. ونتمنى يعجبكم هذا الطبق ديالي، ونقول لكم بسلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. رمضان كريم البنات، بسلامة.